او التتويج الحلو ده والانتصارات الحلوه دي بتحصل كتير، بتتكرر كتير مع رجال وسيدات النادي الاهلي اللي بيتقال عليهم بالمعنى الحرفي ابطال رياضات الصالات. تعالوا نتكلم عن العاب الصالات في الفقره دي في النادي الاهلي، وطبعا اخر الانجازات اللي بتتحقق فيها، ولا سيما يعني البطوله الجديده لسيدات ساله النادي الاهلي اللي حققوا لقب كاس السوبر على حساب نادي الجزيره. هنتكلم بالتفصيل عن كل العاب الصالات مع ضيفنا اللي منورنا في الفقره دي، استاذ احمد رشاد الناقد الرياضي. صباح العسل. صباح الخير يا استاذ كريم، وصباح الخير يا نهاوند، وصباح الخير على كل مشاهدي قناه الاهلي، وسعيد ان انا موجود معاكم في قناه النادي الاهلي. نورنا. انت يعني والله بتسعدنا، وكمان بنبقى كمان رايحين لملفات مهمه، وانت عندك كل الكواليس، لان انت يعني من قناه النادي الاهلي ومن النادي الاهلي، فانت من المصدر زي ما بيقولوا. لا انا كمان بحب والله الالعاب الجماعيه في النادي الاهلي، وكمان كرة القدم، لكن بصراحة الألعاب الجماعية ملمة أكتر بألعاب الصالات دي حقيقة. الألعاب الجماعية نبدأ بقى رشاد معاك بسلة الأهلي والفوز صحيح. الجميل امبارح على الجزيرة، وأعتقد برضو كان في كواليس والمباراة ما كانتش سهلة أبدا، وأنت كنت حاضر وعارف بالظبط سير المباراة وقبل المباراة وبعد المباراة إيه اللي حصل، خلينا نعرف منك ونسمع. أكيد طبعا إحنا بنبارك للنادي الأهلي تتويجه ببطولة كأس السوبر المصري بعد طبعا خساره الدوري المرتبط. كلنا طبعا كنا نتمنى ان النادي الاهلي يبدا الموسم باول بطوله وهي دوري المرتبط، لكن قدر الله ما شاء فعل. يعني النادي الاهلي دايما لما بيخسر بطوله بعدها على طول بيكسب بطوله ثانيه، وهي وده اللي حصل في كره السله سيدات. النادي الاهلي دوري المرتبط كان ليها حسابات مختلفه كتيره جدا، وانا يمكن كنت ملم بحاله الفريق او كنت مطلع على فرقه كره السله سيدات، كان في طبعا اصابات هي اللي وضيق الوقت هو ده اللي عمل العامل ده او عمل الخساره. وكمان امبارح لاعبات النادي الاهلي يمكن في مجموعه اللقاءات اللي اتعملت معاهم اتكلموا على ان كان في عوامل كتيره جدا هي اللي ادت للخساره. كان وارد طبعا ان ده يحصل بعد موسم استثنائي الموسم اللي فات، نادي الاهلي حقق الموسم اللي فات خماسيه بدون ولا هزيمه، فكان وارد ان ده يحصل. لكن كابتن طارق خيري اتكلم وقال ان ما كناش متوقعين او ما كناش عايزين ان ده يحصل في بدايه موسم مع بطوله مهمه او في نهائي مهم زي ده. بس هم عوضوا على طول، وده المهم يعني عوضوا على طول. هو ده المهم. المهم ان كابتن محمود الخطيب، وده اللي بيحصل دايما من الكابتن محمود الخطيب، ان هو بيجتمع مع لعيبه النادي الاهلي سواء بعد مكسب او بعد خساره، قعد معاهم واتكلم معاهم ان انتوا فرقه طبعا مميزه وفرقه قويه، ولازم الفتره اللي جايه يبقى في تركيز اكتر علشان النادي الاهلي يفضل على المستوى اللي حققه الموسم اللي فات، لان انت محقق خمس بطولات، جمهور النادي الاهلي وطموحات النادي الاهلي مش هترضى الا بكل البطولات. لكن قدر الله ما شاء فعل، بطوله خسرناها، بعدها كسبنا طبعا كاس السوبر المصري. لاعبات النادي الاهلي قدموا مباراه كبيره امام نادي الجزيره، تالق عدد كبير جدا من كل لعيبه النادي الاهلي، وشفنا طبعا مباراه قويه، قدر النادي الاهلي ان هو يحقق كاس السوبر المصري للمره الرابعه. فبنتمنى التوفيق لفريق كره السله، لان كره السله في النادي الاهلي سيدات لسه عندهم كتير أكيد. ومنتظرين منهم طبعا كل البطولات. احنا خسرنا بطوله لكن منتظرين كل البطولات الفتره اللي جايه. خلينا بقى نقف شويه عند التفصيله بتاعه حرص كابتن محمود الخطيب، اللي دايما الحقيقه زي ما دايما بيبقى له اجتماعات دوريه مع لعيبه الكوره فريق الاول لكره القدم في النادي الاهلي، دايما بيكون حريص نفس القدر من الحرص على ان هو صحيح. يجتمع دايما برجال وسيدات الرياضات المختلفه في النادي الاهلي، وزي ما حصل حتى مع سيدات السله في الفتره الاخيره، وهو شخصيا مفكرهم بالموسم اللي فات واللي اتحقق في الموسم اللي فات، ففكره ان احنا مش عايزين نقل ابدا. صح. انت تعرف كل الفرق تقريبا وعلى صداقه شخصيه بكل اللاعبين واللاعبات، عايز اعرف منك انعكاسات النوع ده من الاجتماعات اللي بتتم بين كابتن محمود الخطيب وبين اللعيبه، حتى بعد ما بيخلص الاجتماع من دول او المقابله من دول، انت بتقابل اللعيبه دول وبتتكلموا مع بعض، بيقولوا لك ايه؟ يعني ايه انعكاسات وجود كابتن محمود الخطيب معاهم في مكان عشان يدفعهم للامام؟ خليني اقول لك بس يا كريم في البدايه ان الكابتن محمود الخطيب اسطوره، وهو لما اللاعبات بيتكلموا معايا او اللعيبه بيتكلموا ان الكابتن محمود الخطيب قدوه وبيعتبروه اب ليهم، يعني ما بيتعاملوش معاه ان هو رئيس مجلس اداره النادي الاهلي، وما بيتعاملوا ان هو قدوه ومثل لكل اللعيبه. لما بيقعد مع اللعيبه او اللاعبات بيتكلم معاهم على قيمه النادي الاهلي ودور النادي الاهلي، وان النادي الاهلي نادي بطولات، النادي الاهلي ما بيقبلش الا بالمركز الاول، يعني بالنسبه لنا المركز الثاني في النادي الاهلي فهو خساره، انما المركز الاول هو الاهم، بطولات النادي الاهلي هي الاهم. فلما قعد مع اللاعبات واللعيبه اتعامل معاهم على حته ان انتوا ابطال، انتوا طبعا ملكات كره السله في النادي الاهلي، حققتوا الموسم اللي فات كل البطولات،
كان لازم ان انتوا الموسم ده تركزوا، وكان لازم ان يبقى في تركيز، لان وارد ان ممكن تحصل اي هزه بعد طبعا موسم كبير، موسم طبعا اللعيبه ما بترتاحش فيه طبعا. لان خلي بالك يا استاذ كريم ان لعيبه النادي الاهلي بعد ما بتخلص البطولات مع النادي الاهلي بيبقى عندهم منتخب. طبعا. وثلاثه على ثلاثه، فانت بيبقى فيش راحه للاعبات. فده اللي بيحصل، ان ممكن انت مع بدايه الموسم يحصل طبعا مع قوه طبعا المنافس، وانا اتكلمت في القصه دي معاكم وقلت ان الفرق كلها وان المنافسه هتكون صعبه هذا الموسم، لان الفرق كلها دعمت، الفرق دعمت بصفقات، لان النادي الاهلي كان الفتره اللي فاتت مستحوذ على كل البطولات. صحيح. فخلاص بدات الفرق ان هي تغير من النادي الاهلي وعايزه تاخد بطولات، فدعمت ودعمت بصفقات قويه جدا. فقابلت انت الموسم او قابلت منافس طبعا قوي نادي سبورتنج، قدر ان هو طبعا يحقق الفوز عليك في مباراه النهائي. فرقه المرتبط اللي احنا بنقول ان النادي الاهلي عنده كنز حقيقي من قطاع الناشئات في النادي الاهلي، فرقه المرتبط قدروا ان هم يحققوا الفوز في المباراه الاولى والمباراه الثانيه، لكن طبعا الفريق الاول خسر المباراه الاولى والثانيه. فكان كلام مهم جدا من كابتن محمود الخطيب، وكان اجتماع في ميعاده وفي وقته ان هو يقعد مع اللاعبات ويتكلم معاهم ان الموسم اللي جاي او الموسم الحالي احنا محتاجين نحقق زي الموسم اللي فات، مش عشان خسرنا طبعا بطوله فاحنا نقف على كده ونقول ان خلاص، لا لازم نطلع وننسى اللي حصل في مباراة طبعا دوري المرتبط او نهائي دوري المرتبط ونركز في اللي جاي. وده اللي حصل، وده اللي نتاجه ان النادي الاهلي حقق بطولة كاس السوبر المصري، وبنتمنى التوفيق لملكات السلة، لان مهم جدا يفضل النادي الاهلي على منصات التتويج دايما. لو اتكلمنا عن بطولة دوري المرتبط تحديدا برضو يا رشاد، ورحنا شوية لفكرة هنا المنافسات هذا الموسم تحديدا، زي ما انت قلت دلوقتي كل الفرق المختلفة بتركز قوي لان هم عايزين حتى يقربوا المسافة بينهم وبين النادي الاهلي بعد موسم عظيم استثنائي كان على مستوى كرة القدم والعاب الصلاة والالعاب الاخرى. بصراحة كان موسم رائع يعني. طبعا. وطبيعي ان انت لما تبدأ موسم جديد بعد موسم رائع استثنائي بيكون في دروب حتى وان كان في الاول، بس الكامباك هو ده اللي بتقيس عليه مدى نجاحك فعلا واصرارك على العوده للقمه مره ثانيه. فمش زعلانين لكن باصين لقدام. عندك في هذه البطوله تحديدا مباراه مع الاتحاد السكندري. الاتحاد السكندري برضو معروف ان هو عنده قوه في الكره بتاعه كره السله تحديدا، فريق برضو تقيل نقدر نقول. فسير المباراه توقعاتك، خلينا برضو نطمن منك. طبعا فريق كره السله هو عنده مواجهه صعبه ومواجهه مهمه امام نادي الاتحاد السكندري. فريق المرتبط هيلعب النهارده طبعا في الساعه 3، وفريق طبعا الرجال هيلعب الساعه 8. مباراه صعبه خاصه ان النادي الاهلي في اخر مواجهه ما بين النادي الاتحاد السكندري، مطلع نادي الاتحاد السكندري من البطوله العربيه، فده كمان هيزيد من صعوبه المباراه، لان الاتحاد راجع من هزيمه، اخر هزيمه قدام النادي الاهلي، وخارج طبعا من البطوله كان يتمنى ان هو يتوج بالبطوله. طب. فهتبقى هنا المباراه صعب، دوافع أنا بقى يعني قويه من عنده اكيد طبعا، لكن شخصيه روح النادي الاهلي او الشخصيه اللي بنشوفها في لعيبه النادي الاهلي، وده اللي شفناها يمكن في بدايه دوري المرتبط لكره السله رجال، شفنا طبعا يعني تراجع بسيط في مستوى لعيبه النادي الاهلي، وده كان بسبب ضغط طبعا المباريات وعدم الراحه. لكن بعد كده في مباراه ربع النهائي امام نادي الزمالك، النادي الاهلي قدر ان هو يحقق الفوز على نادي الزمالك ذيابا وايابا بكل سهوله. يعني انا لما اطلقت على هذه المباراه قلت ان النادي الاهلي يفوز على نادي الزمالك بسهوله. فشفنا اداء لعيبه النادي الاهلي، قوه النادي الاهلي وقوه لعيبته، لان احنا النادي الاهلي بيضم عناصر مميزه جدا في فريق كره السله، ويمكن القوام الرئيسي لمنتخب مصر هو من النادي الاهلي. فاكيد هتبقى مباراه صعبه، لكن كلنا ثقه في رجال السله في النادي الاهلي ان هم يعملوا مباراه كبيره. ومهم جدا ان انت تكسب النهارده مباراه المرتبط والرجال عشان يسهل عليك المهمه وتتاهل للنهائي. المهمه كانت هتبقى اسهل لو انت كنت صعدت اول مجموعه، لكن قدر الله ما شاء فعل انت خسرت من سبورتنج فصعدت تاني المجموعه، هو ده اللي خلاك ان انت تقع قدام الزمالك والاتحاد. على ذكر قدر الله ما شاء فعل، لان نفس القول ده اتقال بعد، وانا هنا بقى هنتقل بيك مؤقتا من السله لكره اليد رجال في النادي الاهلي وحصولهم على المركز الخامس في كاس العالم للانديه،
وناس كتير قالت بينها وبين نفسها قدر الله ما شاء فعل، لكن لو دخلت جواهم كان الود ود يعني كلنا ان يبقى في مركز متقدم. مش هقول لك يا سيدي نلعب ماتش النهائي، بس على الاقل يبقى مركز متقدم نسبيا. فانت شفت مشاركه رجال يد النادي الاهلي في كاس العالم للانديه كانت عامله ازاي؟ مشاركه طبعا قويه، وفريق كره اليد الرجال ده خاصه انا بتكلم عليه دايما، ان النادي الاهلي استطاع خلال الفتره الاخيره ان هو يعمل جيل في فريق كره اليد الرجال يقدر يستحوذ على كل البطولات خلال السنوات القادمه. فريق كره اليد الرجال يمكن انا بشوف من وجهه نظري ان هو اتظلم في بطوله كاس العالم للانديه. في ايه؟ في ايه نظام البطوله؟ ان بيتاهل اول المجموعه بس. وانت وقعت مع النور السعودي وفريق برشلونه. طبعا فريق برشلونه كبير اوروبا وفريق بيضم طبعا لعيبه على اعلى مستوى. قدرت ان انت تكسب النور السعودي، وخسرت طبعا من برشلونه، ولعبت طبعا على المراكز وقدرت ان انت تحقق الفوز في كل المباريات. حققت المركز الخامس، انا بشوف ان هو مركز كويس جدا. هو مش طموحات طبعا جماهير النادي الاهلي، لكن في اللي احنا شفناه او البطوله والاداء اللي عمله النادي الاهلي امام نادي برشلونه، فقدم بصراحه بطوله مميزه جدا. قدر النادي الاهلي ان هو حقق المركز الخامس عالميا، لكن فريق اليد الرجال بطمن طبعا كل الجماهير ان فريق اليد الرجال ماشي بشكل كويس جدا. حتى في دوري المحترفين فريق كره اليد الرجال بقى شكله مختلف، بقى فيه روح وشخصيه النادي الاهلي. كمان المدير الفني الاسباني ديفيد ديفيز عامل شغل محترم مع فريق اليد، وان شاء الله فريق يد الاهلي يحقق كل البطولات هذا الموسم. كلام جميل. رشاد هروح معاك لسؤال عام شويه. بنيجي نتكلم عن العاب الصالات والنادي الاهلي، ونتكلم في العموم فكره ان انا عايز اطور التطوير. دايما كنا انا وكريم بنقول امبارح بيبدا من قاعده الناشئين. اكيد طمنا على قاعده ناشئين النادي الاهلي في العاب الصالات، وايه الخطه الموضوعه لو عندك برضو درايه بيها، ومن خلال حديثك المستمر انت على طول متواجد في النادي وبتتكلم دايما مع اللعيبه ومع الاجهزه الفنيه المختلفه، وبتسمع الشورت تيرم لونج تيرم بلان، الخطه اللي هي طويله قصيرة المدى والرؤية اللي بيحطوها، وفكرة أنا إمتى عايز أجيب حد محترف والصفقات. إدينا رؤية كاملة عشان نطمن على اللي جاي من خلال طبعا الناشئين. أكيد طبعا، يعني النادي الأهلي ده الكنز الحقيقي للنادي الأهلي، وهو قطاع الناشئين والناشئات في كل الألعاب، مش حتى في الألعاب الفردية، مش الألعاب الجماعية بس. الكنز الحقيقي للنادي الأهلي هو قطاع الناشئين والناشئات. المديرين الفنيين او الخطه اللي النادي الاهلي بيمشي عليها دايما، وهو ده سر نجاح النادي الاهلي، ان المديرين الفنيين بيجوا مع قبل بدايه الموسم او التحضير للموسم الجديد، بيتم طبعا رؤيه او ان هم بيبصوا على العناصر المميزه في قطاع الناشئين والناشئات، وبيتم تصعيد طبعا اللعيبه للفريق الاول. فيعني مثلا الاسباني منذو المدير الفني لفريق كرة الطائرة الرجال اللي بدأ طبعا الموسم مع النادي الأهلي، ومحققين طبعا الفوز في أولى طبعا المباريات، عندهم طبعا النهاردة مباراة بتروجيت. فلما جه أول حاجة عملها ما تفرجش على الفريق الأول، أو ما تفرجش على لعيبة النادي الأهلي اللي هتكون موجودة معاه في الفرقة، واتفرج على قطاع الناشئين علشان يقدر ان هو يطلع لعيبه تكون موجوده معاه في الفريق الاول. فدي حاجه مميزه جدا في النادي الاهلي، ان هو عنده قطاع ناشئين ونشئات يقدر ان هو قوي جدا جدا جدا، يقدر ان هو يكون يعني دعم كبير جدا للفريق الاول خلال السنوات القادمه، وهو ده مستقبل النادي الاهلي. صحيح. قطاع الناشئين والنشئات. فالفكره اللي انا عايز اقولها لك انا هوند، ان النادي الاهلي مع بدايه كل موسم أو قبل ما يبتدي الموسم فترة التحضير الأولانية، بيبدأ النادي الأهلي يتفرج على الناشئين والناشئات علشان يبدأ تصعيد للفريق الأول. وبنشوف في كل الفرق الحمد لله الناشئين والناشئات بيقدموا طبعا مستويات كبيرة. صحيح. جدا. صحيح. حتى مع الفرق الصغيرة لما بيلعبوا مباريات النادي الأهلي بيحقق الفوز في كل المباريات وبيتوجوا بكل البطولات. طيب احنا لما بنقعد معاك دايما يا رشاد عادة بنتكلم بالتفصيل عن كرة الطائرة، كرة السلة، ألعاب الصالات بشكل عام، لكن في رياضات تانية بتتحقق فيها إنجازات محترمة في النادي الأهلي، فبرضو عايزين نلقي عليها ولو يعني شيء من الضوء، سواء كانت رياضات فردية أو جماعية، لأن الناس دول يستحقوا. أكيد طبعا، كل النادي الأهلي كل الألعاب اللي موجودة فيه هي بتحقق البطولات، سواء طبعا في التنس، التنس الطاوله، التنس الارضي، الاسكواش، الجمباز، الكاراتيه، كل الالعاب في النادي الاهلي، السباحه، كره الماء، كل الالعاب محققه البطولات. يعني انت لو هتتكلم على الالعاب الجماعيه
فالنادي الاهلي محقق بطولات كبيره جدا، لكن في الالعاب الفرديه مش هتعرف تعد البطولات ما شاء الله من كتره تتويج النادي الاهلي في الالعاب الفرديه في كل البطولات، وده بيتحقق كل موسم مش أي. في موسم ولا موسم تاني، لا النادي الاهلي في الالعاب الفرديه عنده جميع اللعيبه اللي بيقدروا يتوجوا بكل البطولات خلال الموسم، والنادي الاهلي يمكن بدا الموسم برضه في الالعاب الفرديه زي الالعاب الجمعيه ومحققين نتائج مميزه جدا حتى هذه اللحظه، وان شاء الله اطمن برضه حضراتكم على الالعاب الفرديه في النادي الاهلي ان هم ان شاء الله الموسم ده هيحققوا موسم استثنائي زي الموسم اللي فات باذن الله. عايز اروح معاك للاعارات، زمان كنا وحتى كنا اتكلمنا مع لاعب كان يعني قديم جدا وفي كره السله شكا، كان تقريبا كان كابتن علي صابر حاجه، انا تقريبا كان كابتن علي صابر كان معانا في السله بس من سنين، وكان ضيف معانا كنت بساله كابتن علي انت زمان ما كانش فيه سيد صابر في السله، سيد صابر وكنت بساله زمان ما كانش فيه فكره الاحتراف ان انت تحترف وبعدين ترجع وبعد كده اعاره وترجع، هل دلوقتي الفكر ده اللي اصبح موجود يا رشاد ممكن ان هو يفرق بشكل كبير ويضيف كمان لخبرات النادي الاهلي بعد ما فتحوها بشكل اكبر؟ اكيد طبعا، يعني هو النادي الاهلي بيتعامل دايما مع لاعبته ان اللاعب لما بيجي يطلب من النادي الاهلي ان هو عايز يطلع اعاره او عايز يطلع ان هو يحترف بره علشان يزداد طبعا خبره اكتر، هو النادي الاهلي ما بيوقفش قدام اي لاعب، لكن في حاله لو في احتياجات للنادي الاهلي او النادي الاهلي محتاج اللاعب في الفتره دي طبعا ما بيوافقش على اعارته، لكن انما لو في طبعا لعيبه تانية موجوده بديله للعيبه دي بيتم طبعا اعاره اللعيبه، عندنا طبعا محترفين كتير جدا دلوقتي، وكمان الاعارات اللعيبه بتروح وبترجع للنادي الاهلي بكل قوه بيطلعوا، علشان بيبقى اللاعب دايما لما بيبص على الاحتراف هو بيبص ان هو عايز يطلع يزداد طبعا من الاحتكاك من القوه يبقى عنده خبره اكتر ويبدا ان هو بيرجع للنادي الاهلي، وساعات دايما لعيبه النادي الاهلي اللي بتطلع برضو بره او احترفوا بره في دوري الجامعات في امريكا بيرجعوا ان هم يشاركوا معاهم وينقلوا بقى الخبرات دي وبنستفيد بيروحوا يلعبوا فتره معينه ويرجعوا صحيح. في نص طبعا الموسم يرجعوا يلعبوا مع النادي الاهلي او بعد ما بيخلصوا هناك وبيبقى عندهم خبره اكبر وبيتالقوا، لان لعيبه النادي الاهلي سواء مع النادي الاهلي متالقه او لما بيخرجوا بره بيتالقوا مع الفرق الثانيه، فاكيد بتبقى الفرق مش عايزه تسيبهم علشان بيشوفوا قوتهم، وبعدين حتى ممكن تستفيد بالخبرات دي بعد كده أكيد طبعًا. في الاداره يعني طبعًا. فاعتقد هي لا هي الحته دي بقى النادي الاهلي معتمد جدا صحيح. على طبعا ولاد النادي يعني شباب النادي الاهلي او ولاد النادي الاهلي، النادي الاهلي دايما بيعتمد على وهم دول ولاد النادي الاهلي، اللي بيشتري النادي الاهلي النادي الاهلي بيشتريه حلو ده جدا، ونختم بالجمله دي اللي بيشتري النادي الاهلي النادي الاهلي بيشتريه. نورتنا يا رشاد بجد وقراءه جميله كالعاده، يا رب ربنا يخليك يا كريم، وانا سعيد ان انا موجود معاكم، وان شاء الله النادي الاهلي يفضل رقم واحد ان شاء الله دايما.